انت المايك الرابع. الكويت دائما متميزة برياضاتها ورياضيينها من عمر، لكن في بعض الرياضات وايد يتم التركيز عليها، طبعا مثل كرة القدم، وفي رياضات ممكن فيها أشخاص مميزين قاعد يحققون بطولات بالكويت وبرا الكويت، لكن عندنا ما قاعد يتم التركيز عليها، مع أنها ممكن تحقق ألقاب وبطولات. صح. تحتاج مجهود كبير، في أسامي ينظر لها في الوطن العربي والعالم كله، وموجود معنا واحد من هذه الأشخاص اللي هي لعبة السكواش. طبعا معنا عمار التميمي، لاعب منتخب الكويت السكواش. صباح الله بالخير عمار. صباح الله بالخير اخوي عبد الرحمن واخوي يوسف، وسعيد بتواجدي معاكم. احنا والله مستانسين بوجودك معنا. قبل لا نبلش معك، قبل لا اسال عمار، يوسف في مره لعبت سكواش؟ ايه، ايام كنا نحجز في نادي صحي، احد النوادي الصحيه اللي كان بشارع المطاعم قبل، فكان عندهم ملعبين سكواش وملعب تنس طاوله فوق معاهم البلياردو. اكيد والله احس لا انا اشوف اي رياضه فيها مضرب احبها، لان انا من وانا صغير بيتنا عندنا تنس طاوله فرابي عليها كده. حلو، ممتاز. اي لعبه فيها مضرب احبها. بس احنا عندنا لاعب سكواش صدق عمار طبيعي. صبح عليك بالخير. انت قبل شوي قاعد تسالنا ان انت شلون تقعدون الصبح؟ انت اول شيء انت تقعد الصبح عاده هالحزه وكذا؟ هم سؤال بقى. انا اقعد هالحزه يمكن قبل بعد هالحزه. تقعد قبل هالحزه؟ شنو تسوي؟ شنو طقوسك الصباحيه؟ لا اروح الدوام كوني موظف يعني. الدوام. اوكي. مرات تكون حق الدوام، او مرات اذا حق التمرين يكون يعني مو الهزة شوية يعني على التسع ممكن. أي. تقعد انت رياضيين او لاعبين السكواش تقعد الصبح تجي تركض جوجينج من الفير وما ادري شنو، ولا مو كذي؟ مو كذي يعني، مو مثلا مو بالحديقه، بس بالنادي يكون بالنادي موجودين. اي دائما وين عندنا حديقه تركض يعني؟ ما ادري، احنا دائما عندنا هالصوره النمطيه. عمار منورنا، انت موجود معنا حاليا، بس كلمنا اول شيء السكواش، معنى اخترت السكواش؟ يعني لعبه نفس ما انا قاعد اقول في البدايه، حتى الأهالي والله تبي ولده بيسجل بنادي والله كرة قدم يروح يسجله، ولا كاراتيه، ولا ما يعني شغلات اللي البديهية اللي ممكن الناس تشوفها، لكن سكواش في شيء مميز أتوقع شدك حق هاللعبة. إيش معنى سكواش ومتى بلشت معك؟ صح هذا الكلام، يمكن هنا بالكويت أكثر شيء الشباب وهم صغار يعني يتوجهون حق لعبة كرة القدم، كونها اللعبة الشعبية الأولى بالكويت وبالعالم يعني. وحتى أنا يعني أنا أحب ألعب كرة قدم أكيد، وأنا صغير حالي حال باجي الأطفال خلينا نقول. حلو. بس بالبداية يمكن أنا لعبت لعبة التنس الأرضي فترة قصيرة جدا يعني، كانت برغبة من الوالد وهو اداني يعني أن أروح أجرب اللعبة. أوكي. جربتها فترة قصيرة يعني وايد قصيرة، وبعدها يعني أنا قررت أن قلت له أبي أغير اللعبة يعني ما أبي أكمل بهاللعبة، وبعدها صارت رغبة شخصية مني أنا أن قلت خل أجرب لعبة قريبة من التنس مثلا، فأنا قلت له يلا خل أجرب سكواش مثلا، مع أنك كنت بعمر صغير، بس أنا أتابع الرياضات من وأنا صغير وشي، فأدرنا في لعبة اسمها سكواش مثلا. حلو. فقلت له خل أروح أجربها، ورح جربتها ورح جربتها بنادي اليرموك أذكر. كنت ثالث ابتدائي تقريبا. صغير وايد ما شاء الله. ورحت جربتها ويعني من أول يوم كذي عجبتني، ويوم يجر يوم وكملت يعني. ووقتها كان بالنادي كان في وايد خلينا نقول عدد لا بأس فيه من لاعبين خلينا نقول بنفس عمري أو أكبر شوية وأصغر شوية، فشيء يخليك إنك تتكمل يعني بالمكان. توني أدري إن في هالعمر يمكن يلعبون سكواش، المضرب أكبر منهم يعني حزتها. لا أصلا أنا وقتها يعني أنا تقريبا عمري 8 سنوات وقتها. ما أقول لك إني متأخر، بس الناس تلعب من عمر 6 سنوات يعني. ما شاء الله ممتاز. يعني في لاعبين أنا الحين يلعبون معي هم من 6 سنوات مبلشين اللعبة. ممتاز. فهذا يعني رسالة حق ممكن الأهالي أولياء الأمور، إن ترى بهالعمر تقدرون تدخلون لعبة جديدة اسمها سكواش. هي مو جديدة، قديمة لكن جديدة، يعني مو بس كرة قدم، كراتي في وايد أوبشنز واختيارات ثانية، فممكن تكون منها السكواش. صح. ودرون يحصلون فرصتهم ويحققون فيها مراكز حتى مو بس بالكويت برا الكويت. صح، السكواش وايد وايد متميزة بالكويت، ولاعبين الكويت وايد متميزين بهالرياضة. ليش؟ شنو اللي خلى اللاعبين الكويتيين يتميزون عن الباجي بهالرياضة بالضبط؟ يعني هو سؤال شوية فلسفي، بس أبي أعرف لأن صدق. إيه.
والله شوفوا صراحة بالكويت يعني أكيد مو بس السكواش، يعني صراحة عندنا أبطال بكل الرياضات كل المجالات، يعني في لاعبين ألعاب ثانية يمكن يحققون إنجازات أحسن من إنجازات السكواش، وفي لاعبين نفس إنجازات السكواش وفي لاعبين شوية أقل، بس بالنهاية ما أدري يعني أنا أحس إنه يمكن هو يعتمد على الشخص نفسه أو على المدربين نفسهم اللي يدربون اللعبة هذه يعني. أوكي. عشان كذا أنت تشوف إنجازات بكل الألعاب. إحنا عندنا بالكويت صراحة شباب يعني والله بالرياضة وحتى غير الرياضة يعني شباب مبدعين يا صراحة. صح. يعني بس تعطيهم فرصة شوية عطى مجال تشوفه يبدأ يعني، وحتى بالسكواش إحنا عندنا لاعبين أهم شيء يمكن الرغبة الشخصية تكون موجودة عند اللاعب. عنده رغبة إنه يستمر، عنده رغبة إنه يتمرن، عنده رغبة إنه يفوز ويجتهد، وهالشيء هو اللي يخليك تحقق إنجازات يعني سواء بالسكواش أو أي شيء ثاني. أكيد الموضوع ما هو خلينا نقول فردي، هي اللعبة فردية بس أنت بروحك ما تقدر تسوي شيء. صح. لازم يكون معك مدربين، معك إداريين، معك أهل، معك ربع، معك لازم في كذي محيط حوالينك يساعدك تحقق الإنجازات هذه. صحيح. وحلو لعبة السكواش مناسبة حق بيئتنا أعتقد، يعني بما أن إحنا أغلب السنة عندنا حر، والسكواش لعبة اندورز اللي حق اللي وايد طبعا يعرفون السكواش، بس ممكن إذا في واحد ممكن قاعد يسمعنا ما يدري شنو بالضبط هي السكواش، هي السكواش تلعب داخل مثل غرفة فيها طوفة وجام وراك أو ثلاثة طوف وجام هي اللي تلعبها، وتكون هي داخلية فتقدر تلعبها طول السنة، طول السنة عادل. فتبي تلعب بالصيف بلشت الصبح ليل ما عندك أي مشكلة، بس إش كثر الواحد يحتاج عشان يقدر يكون لياقته في هذه اللعبة، لأن أشوف فيها وايد حركة مع أن المكان صغير بس ما شاء الله طق وتوخر وطق وترجع، وإش كثر تحتاج عشان تكون لياقتك يعني. صح. أنت يعني هي اللعبة تحتاج لياقة بدنية يعني هائلة على قولتهم يعني. هائلة. إي نعم صدق. يعني تحتاج لياقة بدنية كبيرة الصراحة. حال الوايد رياضات يعني من غير مقارنة طبعا، بس هي اللعبة صدق يعني خصوصا حاليا اللعبة خلينا نقول السنين الأخيرة صارت لعبة بدنية وايد، تعتمد على الجانب البدني وايد، إذا أنت بدنيا مجاهز يعني مهارتك ممكن تخليك تفوز مثلا خلينا نقول بشوط مثلا أو شوطين، بس بعدين راح تتعب ممكن تخسر المباراة، لأن المباراة من ثلاث أشواط اللي يفوز بثلاث أشواط، أو ممكن أنت تفوز بأول مباراة بس خلاص جسمك يكون تعبان، فالمباراة الدور الثاني اللي هو اليوم اللي بعده جسمك مثلا ما يشيلك ممكن أنك تخسر يعني. فالجانب البدني مهم. جدا جدا مهم يعني، وحتى سواء أنت كنت تلعبها بشكل احترافي أو تلعبها كهاوي مثلا، إذا أنت هاوي اللعبة أو تحب أنك تلعبها، إذا مارستها بشكل مستمر خلينا نقول يعني مو شرط كل يوم، ثلاث أيام بالأسبوع راح تحس يعني بتحسن بصحتك وصحتك الجسدية والنفسية يعني وكل شيء. في رياضات مثلا السكواش أو حتى الجولف ولا مش شوف فيها مثل ما أدري أشوف ممكن برا حتى عندنا بالكويت ساعات يستخدمونها الفنانين ولا برستيج ولا شنو السر اللي فيها هذه؟ صح هذا شيء موجود بالسكواش موجود بالسكواش. اتوقع انك انت يمكن عشان تلعب سكواش انت كنت تحتاج شخص واحد يعني، بس تكلم صديق واحد دق عليه تقول له والله تلعب مثلا فتتفق معه، عكس مثلا الرياضات الثانيه. صح. قدم تعال دبر اي تعال دق على عشرة ولا مثلا كذي. وقلت لك يمكن الملاعب موجوده خلينا نقول بوايد اماكن، مثلا اذا انت مسافر الفندق اللي انت ساكن فيه احتمال كبير يكون فيه أوكي. ملعب سكواش. صح. نادي صحي مثلا أول الحين عدد الملاعب أصلا بالكويت يعني يزيد بشكل كبير يعني كل مناطق الكويت تقدر تحصل ملعب يعني تقريبا ممكن. أوكي. لعبة السكواش هل في لها مجال أن تتطور أكثر ما هي عليها الحين؟ يعني إحنا قاعد نشوف كرة القدم لعب السنين اللي طافت، الحين الكل اللعبة كلها شبه تطورت، في حتى كرة السلة شبه تطورت. صح. ياك ستيف كيري خلى شيء الثلاثيات غير قوانين الثلاثيات بكرة السلة، هل السكواش هم يطبق عليه هذا الموضوع؟ طبعا انت شوف يمكن بأي رياضة لما مثلا أي رياضة طالع المباراة مثلا، لأن أحس محكور لو طالع مباراة أي لعبة قبل 20 سنة تحس إن اللعب صار أبطأ أو تقول كنا الحين اللعب صار أصعب أو أسرع أو أحسن.
الشعور هذا تقريبا بكل الرياضات يعني. يمكن الحين بالسكواش قبل خلينا نقول مثلا 10 سنين او 15 سنه 20 سنه يمكن كان في جانب المهاري كان ما اقول لك كان طاغي، ايضا يمكن الجانب البدني كان مهم بس جانب المهاري كان مؤثر وايد يعني. بس اليوم تشوف اللعب خلينا نقول مثلا سرعه يعني رتم اللعب صار خلينا نقول سريع او اسرع. اوكي. جانب المهاري بروحه صار مو كافي. اي مو كافي يعني. هو اكيد مفيد وممكن في نقاط مثلا تكون متوهق فيها او تعبان مثلا مهارتك ممكن تطلعك من الموقف الصعب هذا اللي انت فيه. بس اليوم صار موضوع البدني صار وايد وايد مهم و يعني شوي شوي احس قاعد يطغى على الجانب المهاري يعني. تمام. حلو. مؤخرا حصلتوا على المركز الثاني في بطولة آسيا بكوريا الجنوبية وما شاء الله هذا إنجاز كبير حققته أنت والمنتخب كلكم. كلمنا عن هالبطولة وعن ردة الفعل اللي موجودة حاليا بالكويت وعن الأصداء اللي صارت من بعد هذه البطولة. سهرة. نعم مثل ما تفضلت بطولة آسيا كانت بكوريا الجنوبية قبل تقريبا كان 3 أسابيع البطولة. شاركنا فيها احنا كفريق، احنا كنا 4 لاعبين. طبعا هي بطولة فرق فانا لازم اذكر الفريق الموجود كان معنا. لهم تحية. اي لان كلنا بذلنا مجهود جبار الصراحة يعني. اللاعبين كانوا فلاح فايز، علي الرامزي، عبد الله المزين، المدربين اشرف الكرارقي، احمد السيد، الاداريين ناصر الرامزي، فايز المطيري. هذا كان الوفد والصراحة كلهم يعني نعم بالكل. اي نعم بحالك. كلهم بذلوا مجهود جبار يعني. البطوله كانت صراحه وايد صعبه. البطوله كانت يعني كانت مجموعتين، المجموعه فيها 6 فرق. احنا لعبنا مع منتخبات جدا قويه يعني. منتخب الهند مصنف الاول بالبطوله، منتخب باكستان منتخب له تاريخ كبير باللعبه وتاريخ عريق يعني باللعبه، منتخب قطر منتخب جدا متطور وفي لاعبين يعني تصنيفهم جدا متطور ولاعبين عالميين. منتخب كوريا مستضيف، وكوريا لما يستضيفون البطوله يصيرون وايد وايد صعبين يعني. ومنتخب الاخير منتخب الصين تايبي. لعبنا مع المنتخبات هذه، فزنا بكل مبارياتنا بالمجموعه ما شاء الله، ما عدا مباراه الهند خسرناها فطلعنا 2 على المجموعه. طبعا انا قلت لك كذي بسرعه ان احنا فزنا بكل المباريات، بس لا الموضوع كان السيناريو وايد اصعب من هذا يعني. الموضوع كان وايد صعب. الكلام سهل يعني. حتى منتخب باكستان احنا داشين البطولة اصلا مصنف 8 بالبطولة. اوكي. منتخب باكستان مصنف 3 أو 4 بالبطولة وقدرنا نفوز عليهم ما شاء الله. فزنا على كوريا البلد المستضيف. يعني بكوريا ما يلعبون الجمهور يخرع. اي وايد يعني كنا قاعد بنلعب كرة يعني. يعني على ارضهم قاعد يلعبون. وصلنا قبل النهائي. لعبنا مع منتخب هونغ كونغ، منتخب هونغ كونغ بطل آسيا 2018 و ثالث العالم 2017. منتخب جدا قوي الحمد لله انهم فزنا على منتخب هونغ كونغ وصلنا النهائي. احنا كنا رايحين البطوله خلينا نقول كان عندنا طموح ان اذا ان نوصل قبل النهائي يعني، ان خلينا نقول طموحنا ان نوصل قبل النهائي، ولو نطلع المراكز 3 الأولى راح يكون انجاز جدا كبير. وحتى لو لا قدر الله يعني مواصلين دور قبل النهائي يعني، لو بالمجموعات خسرانين مثلا من الهند وباكستان فايزين بكل المباريات ونلعب بعدين تحديد مراكز 5 إلى 8 ايضا ما يعتبر اخفاق يعني. انت خسران من فريقين بس وهذيل فريقين عالميين يعني لهم باع طويل باللعبه. صحيح. بس الحمد لله ان فزنا على باكستان وصلنا قبل النهائي. ومباراه هونغ كونغ اصلا يعني ما حد كان متوقع من المتابعين او حتى منتخب هونغ كونغ او الفرق الثانيه ما حد كان متوقع ان احنا نفوز عليهم يعني، لان منتخبهم جدا مستوى متطور يعني. اوكي. فالحمد لله فزنا بالمباراة وفزنا عليهم 2-1. وصلنا النهائي ومع منتخب الهند خسرنا النهائي وخسرنا 2-0 وطلعنا الثاني بالبطولة. الصراحة هذا الإنجاز يمكن أول مرة يتحقق من خلينا نقول 15 سنة يعني، ثاني مرة بتاريخ الكويت أن المنتخب حقق المركز الثاني بطولة آسيا يعني. أنا أعتبره إنجاز تاريخي سواء حق السكواش الكويتي أو حق الرياضة الكويتية عموما. الشيء الزين إنه خلينا نقول مثلا اللاعبين الصغار يشوفون إن هالشيء تحقق، لما يصير عندهم أمل لما تسمع بالشيء غير لما تشوفه بعينك يعني. يشوفون إن اللاعبين اللي
يشوفونهم كل يوم ويتمرنون معهم كل يوم مثلا ويحققون قدروا يحققون هالشيء، فهو اكيد يقول لنا انا ليش ما سويت كذي مثلا. صح صح. غير لما هو مثلا ينولد يسمع والله انه ترى قبل ما ادري كم سنه في ناس سووا، فيقول لك خلاص يمكن هالشيء راح، بس خلاص هالشيء شافه قدام عينه يعني. إيه. فان شاء الله انه يكون هالشيء هذا دافع حلو لهم، دافع ان الانجازات هذه تستمر وتتكرر يعني ان شاء الله. امين. والشيء ال خلينا نقول يعني ميزه الشيء هذا، ميزه الانجاز ان تحقق اللاعبين، احنا اعمارنا كبيره يعني بالنسبه حق الرياضه لاعبين يعني. السكواش فيعني احنا كلنا تقريبا منتصف الثلاثينات لكم طول طلع توكم توكم ايه كلب واحد احنا الحين قاعدين زين. فهالشيء خلينا نقول نادر ما يتحقق مثلا. ويمكن هذا يمكن دليل او يعطي دافع حق اللاعبين ان اهم شيء عطاء اللاعب بالملعب وهو المقياس يعني، سواء كان عمرك 15 سنه ولا 25 ولا 35، سواء بالرياضه او باي مجال ثاني، انت شنو قاعد تقدم هو هذا اللي يعطيك خلينا نقول احقيه او دليل على مثلا استمراريتك مثلا. اوكي. ف الشيء اللي يمكن الانجاز هذا يمكن هذه ميزته انه يعني يعطي دافع حق الكل ان مهما كان عمرك انت تقدر تستمر، تقدر تنجز وتسوي اللي تقدر عليه يعني. وتعطي من نفسك. صح. برافو برافو. صفقة لكم على هذا الانجاز الصراحة، اللي مثل ما انت قاعد تقول هذه ثاني مرة تحققها الكويت من 15 سنة ما وصلت وانتوا حققتوا، تستاهلون هذه البطولة الحقيقة. وفي بطولة ثانية كنتوا قاعد تكلم عنها، عن بطولة غرب آسيا بإيران. شنو هذه صارت بداية السنة تقريبا شهر 3 اللي فات. هذا كانت حققت فيها ميدالية برونزية المركز الثالث مستوى غرب آسيا بالفردي يعني. لعبت البطولة هذه مع مجموعة من اللاعبين معي بالفريق والحمد لله قدرت نحقق المركز الثالث. كانت البطولة بإيران وأهم هذا إنجاز صراحة يعني، يعني افتخر فيه. يمكن انا كنت صراحه كان لي طموح ان العب النهائي يعني ان اطلع الاول او الثاني، بس مركز الثالث ايضا مركز يعني متقدم. اي الحمد لله. يمكن انا قبل كم سنه يمكن 2015 حققت المركز الثاني بطولة غرب آسيا، فكان ودي ان او كان عندي طموح ان افوز بالبطوله، بس هالشيء ما صار الحمد لله. والحمد لله جت بطوله آسيا هذه بكوريا ويعني تعويض الحمد لله. كفو والله. رساله اخيره حاب توجهها حق اللاعبين الصغار اللي حابين يدشون في مجال السكواش، وبعدين ترى نص الكويت تنس ألبو تنس ألبو كواعتهم تنس ألبو بس مو من السكواش، أدري من البادل بالضبط. شنو الأدفانتج اللي عند لاعبين السكواش بالبادل؟ إيه قبل لا تقول رسالتك الأخيرة. وهو الأدفانتج هو أكيد إذا أنت تلعب لعبة مضرب تمارسها طول عمرك يعني 20 سنة أو أكثر، سواء تلعب سكواش سواء تنس أرضي ريشة أو تنس طاولة، فلما تروح تلعب بادل تلعب مع لاعب مثلا مو لاعب مضرب، فخلينا نقول هو شوف هو ترى مو شيء، ترى هو مو شيء أكيد بس هي. غالبا راح يكون لك أفضلية يعني كونك أنت ممارس يعني هالشيء من زمان يعني. صح صح. بس يعني بس ما ادري يقولون المضرب اكستنشن من يدك يعني كنا جزء من يدك يكون. ايوه يقولون ان يعني انا اسمع ان لاعبين السكواش بالبادل بالدفاع لما تكونون ورا دفاعكم وايد قوي. اي لان علاقتك وايد قويه بالجام. انت ما عندك مشكله مع الجام. فما ادري الصراحه. بالضبط. انزين الرساله حق الشباب الصغار اللي يبون يدشون رياضه السكواش، شنو يقول لهم عمار التميمي البطل؟ والله الرساله يمكن مو بس حق لاعبين صغار، يمكن حق اولياء الامور يمكن اهم. أوكي. لان الصغير يمكن قراره مو بيده يعني. رسالتي ان يعني حاول كثر ما تقدر ان ولدك ما يكتفي بس ان بالدراسه، ان تحاول ان تشاركه بنادي سواء سكواش او غير السكواش. يمكن انا افضل لعبه فرديه، لان احس اللعبه الفرديه لان اللاعب يكون بروحه، فانت تاخذ قراراتك بروحك. أوكي. وانت تتحمل نتيجتها. صح. وفي خلينا نقول اللعبه الفرديه فيها مساحه انك تاخذ قرارات شويه، يمكن اتوقع ما ادري ان شاء الله يكون كلامي عادل يعني، فيها مساحه انك تاخذ قرارات بشكل فردي اكثر من اللعب الجماعيه مثلا. اللعبه الجماعيه يمكن انت محكور مع الفريق يعني، فاللعبه الفرديه اللعبه الفرديه او الرياضه اصلا يعني
تصقل الشخصيه تلمعك اكثر لانه وراح انت كولي امر لما تودي ولدك بالنادي راح تكتشف فيه مهارات او راح تشوف فيه مهارات غير الرياضه انت اصلا مو شايف يعني مو شايفها بالبيت. يعني لما تودي النادي يمكن يكون ولد عنده يمكن ولد قيادي مثلا يمكن ولد عنده روح المبادره مثلا مع ربعه مثلا جميل كذي وهذه اشياء اي. فاذا الولد طول اليوم قاعد بالبيت يعني انت ما راح تكتشف هالشيء يعني وممكن يكتسبها هناك بالنادي طبعا اي. وفي مهارات ثانيه يمكن ما تكون عنده يشوف الاطفال الثانيين المهارات هذه موجوده عندهم ف وهو ممكن يكتسبها يعني أكيد. نصيحة البطل عمار التميمي لأولياء الأمور خل ولدك مثل ما ينمي عقله ينمي جسمه بالنادي تفضل. وترى ترى وايد أبطال اللي تابع الأولمبياد ترى الأبطال الأولمبيين ترى كلهم يعني كلهم دارسين بجامعات متقدمة وعندهم شهادات وكذا يعني ما راح تأثر عليك إذا الشخص عرف ينسق وقته أو حصل دعم من الأهل مثلا ما أتوقع أن الرياضة راح تكون عائق حق الدراسة يعني. حلو احنا هني نقدر نقول يعني تشرفنا واستانسنا ووايد اسعدتنا بالزياره الطيبه حبيبي وقت طاف بسرعه اي والله صدق الاوقات الحلوه تمضي سريعا بالضبط. كان معانا بطل منتخب الكويت الوطني للسكواش عمار التميمي نورتنا واحنا هم نقول لكم قفال كانت هذه حلقتنا اليوم كنت معاكم انا عبد الرحمن الخميس انا يوسف خاجه وهزار والبطل عمار التميمي اللي من اختياره الاغنيه وبعدها طلوب بصباح المونديال.